خاوية أو الكلام اللي لا، بيتقال ما ده. يعني في فرق ما بين قراءة الأفكار، دي قصة تقعد تانية، تقرأ أفكارك، تقعد تاخد منك مش الطاقة هتعرف بتاعتك. تفاصيل حياتي اللي قبل. يعني ما عارفة تفاصيل حياتي في الصورة، وأنت صدقتي مني وأنت عارفة اللي في الصورة؟ أنا أنت عارفة اللي في الصورة عايزة اللي أنت صورتي، وديتيها له؟ صورتي أه صورتك أنت، مش صورة اديتها حد يعني صورتي. عايز تكشفي عليه. ما هو انت عايزه تختبري الامر، هتختبريه بعيد عنك، مش هينفع. رجعت لك يعني حد يعني قلب الحبيب و لا 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 لا، ده نصب، ده إيه؟ نصب. اشمعنى ده نصب؟ جنب الحبيب لا في 3 ساعات، في جنب ثلاث الحبيب ساعات دي اتصلوا بينا على الارقام الاتيه. ده لو جاي من مدينه نصر لاكتوبر مش هيجي. ثلاث ساعات اهو، خدت ممكن 5 شهور علاج، لسه ممكن هستنى نعمل، 5 شهور. لا ممكن يجي لي واحد وصلنا 5 ساعات، ما عنديش مشكله. لا بس هو في سحر وفي اعمال وفي استعانه بقوى الجن. شفتي وغالبا حاجه قبل كده؟ شفت نماذج وشفت ناس وهي بتتعالج. نماذج؟ شفتي حاجات من العالم الاخر قبل كده؟ لا من العالم انت الاخر. مهيئه نفسيا يا عزه انك تصدقي ده اطلاقا، انت مهيئه. عزه ما شفتيش قطه يعني سودة؟ ما شفتيش؟ لا لا لا، الموضوع قصدك مش ان هي بالشكل ملبوسه ده. يعني مهيئه هي مهيئه، انا ما صدقت هديتها هي مصدقه يعني، هي مصدقه. انا مش مصدقه. طب انا عشان مش مصدقه انا ما بشوفش الحاجات دي، انا عمري ما انا ما شفتها. بشوفش، انا بحس. ولا بتحسي ايه؟ في حد بيكلمك في دماغك؟ يعني ثواني، يعني في حد بيكلمك احنا مش شايفينه؟ ما حدش بيكلمني، بس انا يعني انا بعرف اقرا الفنجان. قولي لي لو انا قلت لك تفاصيل من عندك وانت ما وانا ما اعرفش حاجه من الكلام ده. ده فقر بس بيجيب الفقر. هو ايه اللي بصي؟ طب عزه يعني حاجه بتجيب الفقر او حاجه ما بتجيبش الفقر، كل حاجه ممكن تجيب الفقر. الفنجان لو فنجان ده حقيقي، لو فنجان ده حقيقي. لا ما اكيد انت عارفه انت بتستعيني بمين. انا ما بستعينش بحد، انا ما اعرفش. انا ممكن ابص في الفنجان واقول لك على حاجات انا شخصيا ما بقاش عارفاها، لانه انا من الناس اللي لو حطيت الفنجان ما بفتكرش اصلا كنت بقول ايه بجد. انت عمرك ما شفتي؟ ممكن تكوني ذكيه او عندك أنا بس حسيتي فراسه. بحاجة حسيتي بايه؟ ما انا عايزه افهم منك. ممكن يبقى عندها فراسه يعني، هي أنا عندها انا كعزه تخمين. ما بقولش ان انا بعرف في الحاجات، لكن انا بقول ان الحاجات دي موجوده. حسيتي بحاجه؟ عايزه شفتي حاجه عشان تقدري تجيبي لي دليل انه الكلام ده موجود؟ لا شفت الناس بتعمل ده. شفت شفتي عمل قدامك؟ اصحابي حصل لهم، وانا كنت في فتره. ممكن تبقى امراض نفسيه برضو. انا هستفيد ايه لما تكلميني عن الماضي يا عزه؟ انا عايزه انا مش بتكلم عن الماضي وملموسه، وانا بقرا الفنجان انا حصل لي كذا كذا كذا، قريت لحد الفنجان وحصل له كذا كذا كذا. قريت لسام، انا سمعت يا جماعه بالصدفه انه فعلا عزه قرت لساميه قبل كده الفنجان. من كام سنه؟ من اسبوع. من اسبوع وهم في اوضه الميك اب النهارده، فبتقول لها انا قريت لك الفنجان. حصل حاجه من اللي قريتها؟ عرفت حاجه من القديم؟ طيب ولا حاجه. هي قالت لي على حاجات كتير و90% منها يعني 90% منها ايه؟ خيالات او كده، او خيالات بالصدفه او لا 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 خيالات. خليكي اونست، خليكي اونست. انا اعتقد ان انا قلت لك اسماء ناس انا ما اعرفهمش. قالت لك اسماء ناس بعينهم؟ ممكن تكون صدفه، ممكن تكون صدفه. فعلا انا عملت الموضوع من قبيل التسليه، فعلا من قبيل ان احنا بنتسلى. قالت لي كام حاجه كده بس بتأذيكي؟ قلت لك طيب اوكي ابعدي عنها خالص، احنا تعالي قومي بينا نمشي. لا انا مديها فرصه شهر، لو ما حصلش اللي هي قالته خلاص يعني. هي قالت لك قدامك شهر؟ انت في ناس فعلا قريت لهم الفنجان وحصل كده قبل كده؟ يعني تقريبا في ناس كتير قلت لهم على حاجات كانت موجوده وحصلت، وفي ناس انا عرفت فيهم في حاجات. انا ليا صديقه. انت بتصدقي ان انا لا ما بسواش نفسي، انا ماليش دعوه بالموضوع ده اصلا. قادره اني اعرف الطالع والنازل؟ لا 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 خالص. هي بتعملها مع اصحابها هوايه. انا المساله دي في الدايره الضيقه جدا، بس علشان اقول انه انا يعني انا مريت بالتجربه. يعني فكره مثلا انا ليا صديقه تقريبا يعني قريبه مني جدا، فكان في حاجه بتحصل، وانا قلت لها هو ايه اللي بيحصل ده؟ شرحت لها مشهد، قلت لها انا شايفها كذا كذا. فقالت لي اصل بصي انا ما كنتش عايزه اقول لك عشان الموضوع ده ما يخصنيش انا لوحدي، يخص فلانه معايا. فقلت طب انا عرفت يعني، ليه بتخبوا عني اصلا من الاول؟ خلاص ما حدش يحكي لي يعني، ما تورونيش فراجيلكم لغايه ما تخلصوا. طب بتقدري تعرفي حاجه من ورا حد؟ يعني مثلا حد لا. يخبي عليكي حاجه تعرفيها؟ بس انا عايزه اقول لك انا مثلا حد قرا لي الفنجان وانا ما كنتش عايزه الشخص ده يعرف. بتعملي ايه بقى؟ طاقتك بتعمل ايه فيه؟ انا قررت او هي مش طاقه، هي ممكن تقول حاجات ثانيه احنا ما نعرفش. انا قررت انه مش هيقرا لي. ازاي قررت؟ بس خدت القرار جوه. بتقفل على نفسها غالبا، انا سمعت كلام غريب كده. انا فعلا قررت، وفعلا يعني طنط لي مسكت الفنجان وبصت فيه كده، قالت لي انتي سوسه. فقلت لها ايه طنط؟ مفيش حاجه. قالت لي مش عايزه انا اقرا لك. طب بتعملي ايه؟ ما تعلمينا يعني. ممكن مفيش اكتر من انه رغبه. يبقى انت عندك رغبه في السيطره. يعني انت هو السحر عباره عن ايه؟ السحر يا اما خداع نظر زي ما حصل في
قصه الصحراء الكرموسه يا اما خداع للنظر يا اما استرهاب وتاثير فكري ارهاب فكري على الاخر. طب انت ممكن توقفي حياتك او تستني تاخدي قرار بسبب اللي قريتيه في الفنجان او بسبب اللي اتقرر لك؟ لا لا خالص خالص، ولا بسمع من هنا وزي قرايه الحظ كده في زي ما 90% من اللي قريته كان غلط، زي قرايه الحظ او جامعه. انا لسه لغايه دلوقتي ما اقدرش احكم لان ده عدى عليه ايام، بس انا من جوايا انا مش مؤمنه ان ده هو ده اللي انا هاخد على اساسه قراراتي، والا كانت الدول تاخد قراراتها على اساسها والحروب كنا عرفنا تعويم الجنيه دوت كانت قرى الفنجان مثلا للبنك المركزي كان يعرف اذا كان الناس هتتبسط ولا لا بتعويم الجنيه. عمرك استنيتي عشان تاخدي قرار لما تقرر لك الفنجان؟ هو انا في امور بتوتر منها، لكن ان انا اوقف قرارات في حياتي بعد ما اشوف حاجه في الفنجان انا ما بعملش كده. مش الغيب لا يعلمه الا الله، ولو علمنا الغيب هنختار ان احنا نعيش بصي في الواقع اللي احنا فيه. في المنطقه دي ربنا كان بيسمح للجن بان هم بيعرفوا طريق السماء. يعني انت بتستعيني بالجن في قرايه الفنجان؟ ما هو بالتاكيد في جن. ما انا سالتك كده من الاول، خلاص كنت تجيلي مره واحده. لا كنت تعالي لي دغري. لا 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 لازم اقعد اضغط عليكي واجيب لك ساميه واجي لك تاني ونلف تاني. لا يعني انت مخاوي. يعني انت مخاوي. انا عندي لا بص هو تاتش كده بس يعني انت مخاويه. عندي ثلاث اخوات وولدين. مخاويه؟ لا طبعا مخاويه حاجات.